سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. جيتكم اليوم بفلوج جديد. هاد المره واحد صالاد فخوي مع الروز حلوه. هاد صالاد جديده، طريقه جديده للروز. نورمالمون كنديروا الروز مالح في اون صالاد اللي كتكون مالحه. نورمالمون الروز كديري فيه الملحه ملي كتسلقيه هكا، مي دابا غنديروا واحد صالاد بالروز. غنديروا لي فخوي كلهم وغنحاولوا نديروا الروز يكون حلو، ما نديروش فيه الملحه. ونتمنى تعجبكم ونخليكم مع طريقه التحضير ديالها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. تبارك الله، نبداو في لاصالات فخوي اللي مع الروز. الروز غادي نسلقوا شي كاس ديال الروز ونخليوه حتى يبرد، دابا نزيدو عليه التمر شي 6 ولا 7 د التمرات و 4 ولا 5 د الحبات الفخيز وبنانه بالتفاحه شي افوكا وحبه ديال لينغاس ياك وشويه ديال البيستاش، شويه ديال الكركاع، شويه ديال الزبيب وكاس ديال لا دانون، دانون بالفاني. اصلي ما كانش حتى ما كانش دانون بالنسمه ديال الفاني، هو كيف ما كان معي يكون فيه نسمه ديال الفاني، ما كانش نسمه ديال الفاني. نزيدو فانيه ومعلقه هكا كبيره ولا جوج ديال سنيده، وعلى حسب الحلاوه عاوتاني كل واحد كيفاش كيبغي الحلاوه ديال داكشي. ونخلطوا كلشي دابا، نبداو بالروز كنحطوه في طاسه كبيره ديالنا. المهم هادشي ماشي بالضروره انه الواحد يدير هادشي كامل، على حسب اشنو متوفر. اللي اساس اسهل انك دير هو التمر والزبيب حيت كيعطي واحد المذاق زوين مع الروز. خلطوا كلشي مزيان في الطاسه ديالنا. هاد صالاد فخوي كتجي زوينه بزاف بارده. انا اصلا اول مره ناكلها كليت عند خالتي، يعني ماشي كلشي كيديرها، كتكون بالروز. الروز كدير بارده. نورمالمون الروز كنديروه في صالاد كتكون ماشي مالحه بحال مثلا كما كنديروه مع الخضره وسميتو. اول مره غنشوفو مع لي فخوي. وصراحة هي خفيفة وزوينة انك ترافقيها لشي حاجة د الماكلة، مثلا تحطيها مع قبل الغداء، تحطيها في الفطور في رمضان هكا، الواحد فاش كيكون صايم وياكلها زوينة صراحة. ولا انا بعدا كتعجبني. مزيان حتى الناس اللي كيديروا الريجيم مثلا يقدر ياكل بحال هكا شي حاجة فيها هي، ما غاديش تغلق ليه بزاف زعما. مزيانة. دابا ملي ساليناها غادي نديرو ليها سلوفان ونحطوها في الثلاجه تبرد. دابا غادي نقدموها. كاين اللي كيقدمها فردي، وتقدميها جماعي كيف ما بغيتي، وتزوقيها بشي حاجه في الجناب ولا الفوق ديالها كيف ما حب خاطرك. نمشيو دابا للطريقه ديال التقديم ديالو. تقدري تاخدي زلافه بحال هذا الشكل، المهم زلايف ولا الكاس ولا كيف ما كان اي شكل تقدري تخدمي به. المهم الشكل اللي كل واحد الشكل اللي كيعجبو. وديري فيها شي بلاستيكه عيب باش ما تلصقش الروز وداكشي، ما يلصقش حيت فيه دانون غادي يلصق. تنقدموهم على هذا الشكل، نعمروها، عمروها مزيان بعدا بالروز ورصوه مزيان باش ملي تقلبيها ما تجيش الشكل ديالها. ضغطي عليها بيدك مزيان. تاخدي الطبسيل تحطيه عليها ومن بعد تقلبيه والشكل اللي بغى الواحد يديرو. تقدري ديري اي شكل وتزوقي باش ما بغيتي. وكيف ما قلت لكم المكونات ماشي بالضروري هادو كلهم، كل واحد المكونات اللي كيعجبوه وكل اللي كيعجب، كل واحد شنو كيعجبو شنو ما كيعجبوش. تقدري تستغني على اللي يعجبك واللي ما كيعجبكش وتخدمي باللي كيعجبك، وتقدري تزوقيها كيف ما بغيتي اشكال، وكل واحد كيبدع الافكار ديالو. حنا غنديروها لكم دابا انفرادي، وديجا عندي انا واحد الصوره ديال طبق جماعي غادي نحطها لكم باش تشوفوا. هي تقدري تقدميها جماعيه ولا تقدميها فرديه كيف ما بغيتي تقدميها، كتقدري تقدميها. تقدري تزوقيها بلوتشينغ، تزوقيها باش ما بغيتي بلافوكا،
بالكاكيب اي حاجه. اي حاجه اي حاجه عجباتك وتقدر تليق لك الزواق ديالك توقي بها. داكشي كيكون ساهل وبسيط وتاخدي اشكال اللي انت تقدري تعرفي ليهم وتحكمي فيهم. بحال كيما دابا انا ما غاديش ندير شي حاجه اللي ما نعرفش ليها حيت بحر كنتعلم، خاصني ندير شي حاجه نعرف ليها وصافي. وكتجي زبونه بزاف، كتجي لذيذه 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 لذيذه، وتصلح الفطور لاي حاجه ترافقيها لها تصلح، كتجي زبونه بزاف. ونتمنى تعجبكم. تهلاو فراسكم، نتمنى الطبق ديال اليوم يعجبكم وتجربوه في ديوركم، ونشوفو في شي فلوق اخر ان شاء الله. نتمنى يعجبكم الطبق اللي درنا اليوم.